في كل حلقة هنتكلم عن ستات أثبتوا وجودهم في مهن وأعمال كانت مخصصة للرجال، إنهم غيروا التاريخ، أثبتوا مكانة كبيرة في المجتمع ونجحوا إنهم يخلونا نتكلم عنهم النهاردة. في كل حلقة هنقدم لكم نموذج نجح في حفر اسمه بحروف من نور في مواقع هامة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو العلمية. تعالوا معنا هنبدأ النهاردة أولى حلقتنا ونشوف هنتكلم عن مين. هي مش بس كانت ملكة عظيمة، لكنها كمان كانت قائدة محنكة، قادت الجيوش للحرب في بداية حكمها لغاية ما استقرت الأوضاع. بعدها وجهت كل طاقتها لتوضيط العلاقات التجارية مع البلاد المجاورة، وده ساهم إن عصرها ازدهر فيه الفنون والعمارة، وعملت مشاريع عملاقة للتاريخ القديم ما كانش يعرفها حد قبل كده. اللي بنتكلم عنها دي حكمت مصر في عهد الفراعنة من 1508 ل 1458 قبل الميلاد، يعني فضلت 21 سنة في حكم مصر. وبالمناسبة دي أطول فترة من فترات الحكم في العصر الفرعوني. عرفتوا كنا بنتكلم عن مين؟ عن العظيمة حتشبسوت.